أول ميدالية ذهبية للجزائر تحية للمتاع عزي من الجزائر. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى، هذا بفضل الله بعد فضل المدرب وكل من ساندني والعائلة. قوي برشا، حاولت مشيت فيه خاطر مازلت جمعتين التالي، مازلت كي جريت الشامبيونات تعبة منها شوي، حاولت مشيت الحمد لله. هاي تكتيكي خاطر الوقت اللي عملته عندي ماخر منه.